يلا لا تضيعوا الوقت، بعطيكم أسئلة وعليها درجات. يما اختبار مفاجئ. يا مرة لا تسمعك. السؤال الأول يقول: أذكر تاريخ وفاة الكاتب مع ذكر السبب. مات بعد ما شاف وجهك. انقلع برا. جينا هنا عشان نتعلم. في أحد ثاني بيستظرف؟ وش أسئلتك ذي اللي خارج المنهج؟ إش دخلك أنت بعد؟ بس خلاص قررت بكرة اختبار مفاجئ. ليه؟ ذاكروا أول 100 صفحة. أنا مذاكرة وبعلم أمي لأنها مديرة المدرسة وأبوي رجل عصابة وأنا معلم الشرسة واللي في راسي بيصير. دموع التماسيح هذه أبغى أشوفها يوم الاختبار.